الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وحلقة جديدة من برنامجكم ألعاب الصلاة. أكيد بتوحشوني، بس هي دي الظروف الموجودة اللي احنا بنطلع مرة واحدة في الأسبوع. أكيد دي ظروف البلد، وإحنا كلنا أكيد مع ظروف البلد، ويا رب يعديها على خير بإذن الله. أكيد لازم نتكلم عن الرياضة، لكن الواقع اللي احنا عايشين فيه لازم يحتم علينا إن احنا نتكلم مش على المستجدات الرياضية، كمان نتكلم على فيروس كورونا. واكيد لازم نبدا الحلقه النهارده بكلمه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو قال فيها ان جهود الدوله المصريه لازم تتكاتف لانتهاء من فيروس كورونا. اكيد كلنا امل، كلنا عندنا طموح، كلنا عندنا هدف ان شاء الله يخرج من مصر بعيد عننا، وكل المصريين وكل العالم يبعد عنهم هذا المرض اللعين اللي اكيد ده مسبب ازمه كبيره في العالم. أكيد ده برضو توحيد المنظومة الإعلامية شيء مهم جدا. أكيد إحنا جزء من المنظومة الإعلامية كرياضة، بس أكيد جزء من المنظومة الإعلامية. ده اللي بيخلي دورنا اللي إحنا نتكلم ونوعي الناس، ونتكلم في بداية الحلقة عن الكورونا وعن مشاكل الكورونا، أو نديهم أمل لبكرة بإذن الله إن بكرة إن شاء الله يكون أحسن من النهاردة وأحسن من امبارح. أكيد هو ده الوعي لازم نديه للناس، ولازم نقول لهم خليكوا في البيت وافضلوا موجودين ولازمين متلازمين جوه البيوت وقاعدين مع بعض جوه الأسرة المصرية، لأن ده شيء مهم جدا يكون متواجد. وأكيد من خلال برنامج ألعاب الصلاة هيكون لنا جزء، وطول عمر النادي الأهلي هو دوره بيكون إيجابي وبيقف دائما وأبدا مع قرارات الدولة، وهو ده اللي بيخلينا نتكلم في هذا الموضوع. هنبدأ على نقطتين أو موضوعين شفناهم جوه الأزمة دي. الموضوع الاولاني بيخص دائما وابدا الدكاتره اللي احنا اخر حلقه عندنا شكرناهم، ولازم نشكرهم وهنفضل نشكرهم، وكل الشعب المصري بيشكرهم لان هم اول خط دفاع لينا. بس في سلبيه حصلت في مستشفى المؤسسات في الغردقه بالتحديد، عشان بس نحدد الامور كمان. السلبيه دي بتقول ان الاداريين في المستشفى علقوا ورقه بمنع دخول اي ممرض الى غرف الاداريين. صباح الخير. ازاي يعني الموضوع صعب جدا. تخيلوا منعوا اللي هم الدكاتره او الممرضين ان هم يدخلوا الى الغرف والتعرض الى المساءله القانونيه. كتبوا كده فعلا جوه المستشفى. الموضوع ده اثار حفيظه الدكاتره والممرضين، وفعلا كان شيء بالنسبه لهم شيء صعب نفسيا قبل ما يكون اي شيء تاني، بسبب ان هو شايف نفسه ان هو دكتور واقف على خط المرض، واقف على في وش المدفع زي ما بيقولوا، ويجي اداري من الاداريين عندهم يقول لهم بلاش تخشوا عندنا. هو سؤال الاداري اللي كتب كده هو حضرتك لو كان حضرتك تعرضت الى هذا المرض او جالك مرض فيروس كورونا هيعملوا ايه معاك؟ هيرموك؟ ده هم واقفين بيعالجوا الناس. بجد بشكرهم، بجد لازم كلهم نضرب لهم تعظيم سلام. لازم نحسسهم ان هم فعلا خط الدفاع الاول. لازم كل الناس في مصر، ال102 مليون مصري، لازم يشكروهم، ولازم يقول لهم فعلا انتوا قد المسؤوليه، انتوا ولاد مصر، انتوا اللي بتحمونا زي ما جيش مصر في حرب اكتوبر حمانا، وزي احداث كتيره تاريخيه النهارده دكاتره مصر هي اللي بتحمي ال102 مليون مصري، خط الدفاع الاول. بس في حاجه ايجابيه حصلت من مدير المستشفى الدكتور جمال المغربي. جاب الورق، شالوا كله، جاب الدكاترة اعتذر لهم شخصيا عشان نفسيتهم تعلى، علشان يقدروا يقفوا خط دفاع ليهم. يا جماعة الموضوع صعب، لكن لازم كلنا ندي سبورت للدكاترة والممرضين والمسعفين، لان هم فعلا لو جينا بصينا لهم قاعدين سهرانين 24 ساعة، احنا قاعدين في بيوتنا، لكن هم قاعدين 24 ساعة في المستشفى. في دكاترة فيهم ما بتروحش بيوتها خوفا على اولادها. تخيلوا انا بشوف ولادي لكن غيري ما بيشوفش، غيري بيشوف المرض قدامه وبيقف وبيواجه، وفي الاخر كلمه بسيطه تتكتب. لكن مدير المستشفى تاني مره بنشكره، حاله ايجابيه داخل المجتمع المصري، واكيد كلنا لازم نكون سبورت ليها. واكيد تاني مره بقولها، فعلا لازم نشكر كل الدكاتره وكل الممرضين والمسعفين وكل القطاع الصحي بقياده الدكتوره هاله زايد، لان هو فعلا خط الدفاع الاول للشعب المصري دلوقتي. ربنا يوفقهم وربنا يكرمهم، وان شاء الله على خير دائما وابدا باذن الله، وكلنا نفرح بيهم، وكمان كلنا لازم نحتفل بيهم باذن الله بعد انتهاء المرض
من مصر بإذن الله. هنروح للحالة التانية أو النقطة التانية أو الموضوع التاني، والمدارس الخاصة والتعليم في مصر. التعليم في مصر شيء مهم جدا، الناس دلوقتي بتتعلم أونلاين، في مشاكل كثيرة. بكرة إن شاء الله الدكتور طارق شوقي وزير التعليم هيطلع بمؤتمر صحفي هيعلن فيه كل الأحداث وهيقول كل حاجة للشعب المصري، عشان كل واحد يبقى عارف دوره إيه اللي إيه اللي ليه وإيه اللي عليه. ولي الأمر عارف دوره، الطالب عارف دوره، المدرسة عارفة دورها، بس المدارس الخاصة اللي بيدفع لها فلوس كتيرة، في مدارس في التجمع الخامس بتمشي الناس اللي هي العمالة المؤقتة، مع إن الدولة كلها واقفة مع العمالة المؤقتة. يا جماعة، مناشدة إلى أصحاب المدارس، التعليم، الناس بتدفع فلوس كتيرة، بلاش العمالة المؤقتة، لأن حضرتك بتكسب كتير وكسبت كتير من المدارس. أكيد ده دورنا، وأكيد لازم نقول للمسؤولين، وأنا عارف إن الدكتور طارق شوقي بكرة بإذن الله هيعلن حاجات كتيرة جدا وأخبار كثيرة جدا. نتمنى من الناس احتضان المجتمع المصري زي ما الناس محتضنة دلوقتي، كل الشعب المصري واقف صف واحد بجد، مبسوط من أداء الشعب المصري في الشوارع. الناس فعلا ما بتنزلش إلا للضرورة، دي حقيقة. بعد الساعة 7 تحس إن الدنيا تمام، اللي واقف فيها جيش أو شرطة أو العمال اللي شغالين في المنشآت الجديدة لمصر. بجد بشكرهم وكل التحية والشكر ليهم، لأنهم فعلا الحائط الصد الأول لينا كلنا. يا رب تعدي على خير، ويا رب الأزمة تعدي على خير، ويفضل الشعب المصري ملتزم ومنضبط فعلا بقرارات الدولة، وإن شاء الله كل المركب تعدي، وكل العالم بإذن الله ندعي له من كل قلوبنا إن المرض ده يطلع من العالم، لأن العالم كله تقريبا واقف بهذا المرض اللعين. نخش لأخبارنا ونروح لأخبارنا ونروح لأول خبر عندنا النهاردة مع أليكس يونج. أليكس يونج لاعب كرة السلة المحترف في أمريكا، غادر إلى أمريكا في طيارة امبارح، اللي جابت سباحين كمان من أمريكا، أنا هستعرضها كمان شوية. لكن أليكس يونج في بينه وبين الأهلي حصل تفاوض بسبب إيقاف النشاط، وقف راتبه والراجل رجع لبلده وقال كلام مهم جدا، واتفق مع النادي الأهلي اتفاق واضح وصريح إن أول ما النشاط هيرجع البلد وهيرجع يلعب مع النادي الأهلي، ويبتدي برضو يبتدي التعاقد يستمر. والراجل يعني بيقول ان انا النهارده يعني موجود باخد فلوس، ماليش اي مكان او الامور مش واضحه كرياضه، لازم ارجع لبلدي. واكيد بنشكره جدا ونتمنى له التوفيق، وباذن الله قريبا يعود مره اخرى الى النادي الاهلي وتعود الرياضه لمصر كلها والعالم اجمع، لان الرياضه شيء مهم جدا في المنظومه داخل العالم. يعني تايم اليابانيه 12.2 مليار دولار تكلفه اضافيه. تايم اليابانيه عملت حديث وعملت يعني تحقيق عن موضوع ان الاولمبياد اتاخرت سنه، طوكيو اتاخرت سنه 2020، وده ادى الى تكلفه زياده جايه في عقود تجاريه، جايه في استثمارات عقاريه حصلت في الفنادق، في وسائل النقل، في حاجات كتيره جدا زي ما احنا شايفين قدامنا في الخبر. قالت المؤشرات الاوليه او التقديرات الاوليه 2 مليار دولار تكلفه اضافيه. هل اللجنه الاولمبيه الدوليه هتتحمل عن طريق مثلا بوليس التامين الخاصه بالبطوله او من خلال صندوق الاحتياطي بتاعها، ولا ايه اللي هيحصل في الوقت اللي جاي؟ يا رب الامور تعدي على خير باذن الله، وده اللي نتمناه جميعا. نروح لكابتن هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، وبيدي تصريح وبيقول انه احنا جاهزين لاستضافه كاس العالم لكره اليد 2020. قال في تصريح ليه ان الامور كل الصالات المستضيفه بالامور ماشيه فيها على ما يرام، بتسير الاعمال بصوره منتظمه جدا وبصوره عاليه جدا، كمان 24 ساعه الناس شغاله، وهو ده اللي احنا شايفينه في مصر. وهو على تواصل دايم مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ومع كل الجهات المسؤوله عن تنظيم بطوله كاس العالم، لكن قال ان احنا ما نستطيعش نقول احنا هناجل او مش هناجل في بطوله العالم. تأجيل استضافة البطولة دي لو تأخر شهر أو شهرين لسه مش عارفين الموضوع شكله إزاي، لكن فعلا. وقال إن كمان برج العرب تخلص في يوليو وأكتوبر بإذن الله، صالة أكتوبر كويس. في شيء مهم جدا لازم نقول، الله أعلم الموضوع في يناير داخل الشتاء، هل الموضوع هيخلص كورونا ولا هتكمل معانا، ولا كل شتاء هنشوف هذا الموضوع؟ الموضوع بقى في مشكلة محيرة جدا بالنسبة لنا. بالنسبة لاستضافة كأس العالم 32 منتخب، النهارده
اي بلد بتروحها 14 يوم في حجر صحي. هل ده هيحصل؟ منتخبات العالم جايه في شهر يناير، مش عارفين الموضوع شكله ازاي، لكن الموضوع فعلا الموضوع صعب. يعني مصر بعد ما جهزت كل ده، هل ده هيتأجل؟ لسه كلام اكيد مع الاتحاد المصري لكره اليد ورئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى، واكيد لازم ناخد الكابتن هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. مساء الخير يا كابتن هشام. نور كابتن خالد، وحشتنا. انت اللي وحشنا جدا جدا، مفيش رياضه تليفونات بس. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الاسره كويسه؟ كله تمام بخير الحمد لله. يا رب ربنا يكرمنا. طلع في تصريح لحضرتك بتقول ان استضافه بطوله العالم جاهزين ليها، وكمان الاعمال بتسير بشكل منتظم جدا داخل الاستادات المغطاه. طمنا يا كابتن هشام على كاس العالم 2021. هو في تصريح بعد التصريح ده مع كابتن شوبير من يومين بالظبط. طبعا احنا جزء من العالم ككل. اكيد. فالاحداث المتسارعه جدا في العالم كله، والقرارات بتتغير يوم بعد يوم نتيجه للاحداث اللي حاصله، وكلنا طبعا العالم كله واقع في الاحداث دي. طبعا نتيجه الحظر الاجوال اللي حاصل الفتره ديت، انت عارف ان احنا في الصالات كلها كنا بنشتغل تقريبا شيفتين، شيفت الصبح وشيفت الليل، اكتر كمان نخلص في الميعاد المطلوب. مظبوط. فانت كده يبقى تقريبا في الصالات اللي هي كان لسه قدامها شويه زي صاله 6 اكتوبر وصاله برج العرب. لكن العاصمه الاداريه تقريبا خلاص خلصت تماما. الاستاد فيه شويه اصلاحات ويكون جاهز. ال 6 اكتوبر وبرج العرب هم اللي لسه شويه تقريبا النسبه فيهم حوالي 65% مثلا خلصان. لكن تاثير الشيفت ده اكيد هيرحلنا شويه. لكن انا دايما بقول احنا مش فاقدين الامل، ما زال لحد هذه اللحظه بطوله كاس العالم في ميعادها. اذا لم يجد جديد، بمعنى ان احنا بنتابع التطورات اللي حاصله حتى نتيجه تاخير شويه في الاعمال. ما زلنا ما دخلناش في الخط الاحمر بتاع التاخير للتنفيذ. عندنا فتره نقدر نرحل فيها بعد التسليم لو لم يطول اللي احنا فيه، الوضع اللي احنا فيه. لو طال كل حدث حديث بقى ان شاء الله ربنا يسهل. كل احنا ما زلنا متمسكين ان احنا عايزين نقيم البطوله في ميعادها ان شاء الله. كابتن هشام بصراحه شديده، حضرتك برضو ذكرت ان انت ما فيش نيه لالغاء الموسم ولسه الموسم مكمل. اتحاد اليد او الاتحادات بصفه عامه ما خدتش قرار لسه بالغاء الموسم. امتى اتحاد اليد ممكن ياخد هذا القرار؟ برضه ده طبقا للاحداث. انت عارف ممنوع اي الاتصال او اي التحامات ولعبه كره اليد طبعا. لعبة احتكاك واتصال طبعا يعني طبعا. حتى كل اللعيبه من نفسها، احنا حتى تدريبات المنتخبات كلها وقفت بتاعت الاعداد لطوكيو عشان موضوع الاحتكاك ده. لكن انا عايز ادي لكل واحد حقه. في بعض البطولات في الناشئين وفي الصغار اقدر الغيها لو الموضوع طول. احنا لسه لغايه دلوقتي برضو ما زلنا في الرينج المسموح به. لكن لو حصل اي تاخير، انا من انصار ان لازم البطولات اللي فيها صعود وهبوط لازم تنتهي عشان الناس اللي بذلت مجهود طول الموسم تاخد حقها مظبوط، وكل واحد ياخد حقه. فاحنا دلوقتي على تواصل مستمر على طول مع مجلس الاداره واللجنه الفنيه عشان نشوف مخرج للموضوع ده. لكن مش هناخد القرار دلوقتي الا لما نشوف الاحداث هتودينا لفين ان شاء الله. اسالك سؤال بصراحه شديده، دوري المحترفين فيه صعود وهبوط وهي دي الفرق، هل ممكن الدوري السنه الجايه للفرق اللي صاعده من تحت توصل لفوق ونكمل الدوري مثلا نوصل ل 20 فرقه، ولا لازم تقولها مخرج صعود وهبوط حسب لوائح اتحاد اليد؟ لا ان شاء الله ان شاء الله هنعمل الصعود والهبوط حسب اللوائح واللي محطوطه. لان انا مش حل ابدا ان انا ازود العدد وخلاص. انا عارف ان ال 18 كان في شويه اعتراض على العدد اصلا. لكن احنا لينا هدف تاني من ناحيه نشر اللعبه في الصعيد وفي الاقاليم، وينضم لينا فرق
عشان الناس تشوف فرق الاهلي والزمالك بتلعب في الاقاليم وكده، يبقى كره اليد ليها انتشار واسع. لكن مش حل ابدا ان انا اقعد ازود في اعداد الفرق، هياثر على المستوى الفني. فان شاء الله هنوجد حل لموضوع الصعود والهبوط ده ان شاء الله. اكيد لازم نسالك على منتخب مصر، اكيد كلهم قاعدين في البيوت، لكن هل في تدريبات معينه للاعبين بتدوها لها داخل البيوت، ولا الموضوع واقف تماما لكل اللاعبين؟ احنا انت قلت اسمه دوري محترفين، يعني اللعيبه ديت بقى مصدر كبير جدا من دخلهم ورزقهم هو الرياضه. كويس. فاعتقد من النابع النفسي احنا طبعا منبهين عليهم وعاملين معاهم بعض البرامج للتدريبات داخل البيت. وإذا ما كانش الموضوع ده نابع من اللعيب نفسه للحفاظ على المستوى بتاعه، هو ما فيش شك ان كله هيتأثر، لان اصلا الجري قليل، الاحتكاك قليل، فما يفقدش كل مستواه بنسبه 100%. لو حافظ في بيته على بعض التدريبات والاحمال اللي يقدر يعملها في البيت، اكيد لما يرجع هيقدر يعوض نسبه قليله مش نسبه كبيره ان شاء الله باذن الله. يا باشمهندس اخر سؤال لحضرتك. الازمه دي شفنا حاجات كتيرة بدون خوض في تفاصيل، في المدربين، أزمة في المدربين، تقليل رواتب، ما حاولتوش في اتحاد اليد تعملوا حاجة تكافلية للمستقبل اللي جاي في أي مشكلة تحصل بعد كده، ولا ده مش تفكير في اتحاد اليد بصراحة شديدة؟ والله دي فكرة طرحت فعلا في بعض المناطق، كمناطق زي الاسكندرية والقاهرة، فكره مطروحه، لكن ما زالت على نطاق ضيق. لان حضرتك علشان تعمل الموضوع التكافلي ده اجراءاته الورقيه والرسميه صعبه جدا. صعبة. لازم تعمل صندوق ويعتمد من وزاره الشؤون الاجتماعيه، ليها اجراءات وكيفيه الصرف وكيفيه التحصيل ومين مراقب حسابات، موضوع كبير جدا عشان تنشئ حاجه زي دي. لكن على نطاق تبرعي وتطوعي في المناطق، اعتقد اسكندريه ومنطقه الجيزه ابتدوا يعملوا كده علشان الناس اللي تضررت. انا بنادي اغلبيه الانديه، وكان حصل بعض التواصل مع بعض الانديه في موضوع المرتبات بتاعت المدربين، لان سمعت كده ان في انديه عايزه تخفض المرتبات وتلغيها خالص. لا، الموضوع مش كده، الناس دي شغلها واكل عيشها من التدريب، يبقى ازاي انا الغي له مرتبه خالص؟ مظبوط. حتى في اوروبا حصل كده تخفيضات، لكن دول ناس محترفين عشان ما جالهمش دخل من المشاهدات وكده. لكن في مصر الموضوع مش مطابق لبره. فانا بناشد كل الانديه انها تحافظ، انها تصرف مرتبات المدربين في مواعيدها، لان هم معتمدين على الدخل ده في مصاريف حياتهم. باشمهندس عبد الشكور شكرا جزيلا، لكن دائما وابدا اتحاد اليد سباق في كل شيء. نتمنى ان تاخدوا التجربه وتاخدوا التجربه، انا عارف تجربه صعبه جدا، لكن نتمنى من اتحاد اليد برئاسه المهندس هشام نصر ان ياخدوا التجربه ويبدا في الصندوق التكافلي ده عشان اي ازمه باذن الله في المستقبل البعيد باذن الله. بنشكرك يا باشمهندس اللي كنت معانا النهارده، وفعلا هو قال كلام مهم جدا عن الصلاة، وبيطمنا بإذن الله إن العمل شغال على ما يرام، وبإذن الله قريبا بإذن الله الصلاة كلها تكمل لصلاة كأس العالم. هنسيب اتحاد اليد وهنروح لكيشو، ومن ضمن أحسن 4 لاعبين مصارعة في العالم كيشو نجمنا الكبير بيحتل التصنيف العالمي المركز الرابع للمصارعة الرومانية وزن 67 لشهر مارس. كيشو حقق الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا في الجزائر، وتم اختياره من قبل اللعبة في نهاية العام الماضي كأفضل مصارع شاب في العالم. وكمان كيشو عبر عن رضاه بما تحقق ويسعى لاستغلال التوقف كمان لاستعداد بقوة للأحداث اللي جاية، وشكر كمان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب على دعمهم، ورئيس اتحاد المصارعة العميد عصام نوار. هنسيب المصارعة وهنروح لسباحنا الكبار، 17 سباح بيرجعوا لمصر على طيارة جايين من أمريكا وبيدخلوا حجر صحي في مرسى علم. لعيبة منتخب مصر للسباحة 17 لاعب: فريد عثمان، أحمد أكرم، يوسف القماش، طارق أبو العنين، يوسف أحمد، مها خالد، سلمى صابر، رؤية مشالي، محمد سامي ميشو،
سحر علي، سيف الدين احمد، يوسف عمرو عزت، شريف حسن، محمد احمد، احمد عبد الحكيم، واحمد اشرف، وعمار خالد، ودينا عبد العزيز. اسماء متميزه جدا، لكن قدرت وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع الدوله في استرجاع اللاعبين من هناك، وكمان قبل ما ينزلوا عارفين ان هم يقعدوا 14 يوم حجر صحي. اللاعبين ما فيش اي مشكله، كلهم يعني موافقه ووصلوا لمصر على ارض مصر، وبنتمنى لهم السلامه. ومعانا كابتن محمد سامي ميشو نجمنا الكبير من الحجر الصحي. كابتن محمد مساء الخير. مساء النور، شكرا لحضرتك. اخبارك ايه؟ طمنا طمنا، الرحله ايه؟ وصلتوا ازاي؟ وايه الاحداث الخلفيات عشان توصلوا مصر كده وتقعدوا في الحجر الصحي؟ انا كل حاجه كويسه، المكان هنا كويس، احنا لسه وصلنا امبارح. يعني الصراحه النظام اللي احنا شفناه من اول ما نزل بالنسبه لي جديد، يعني احنا ما تعودناش على النظام ده من بل يعني طول عمرنا تقريبا يعني. بس اول ما نزلنا خدوا مجاميع علشان ما يبقاش كل الناس متجمعه في مكان واحد. كويس. ونزلنا حللنا بعد ما طلعت يعني نتيجه التحاليل ان احنا ما عندناش، يعني ان احنا كلنا نيجاتيف الحمد لله يا رب. بعدين رحنا ختمنا باسبورات وطلعنا على استنينا خدنا شنطنا، بعدين اتحركنا في اتوبيسات للاوتيل اللي احنا قاعدين فيه. وبس واحنا داخلين بقى التعقيم بنتعقم واحنا مسؤولين عن كل حاجه، في ان احنا نفضل قاعدين في الاوض ما ينفعش نتحرك بره الاوض لغايه ما الدنيا الحاله تستقر كده ان شاء الله. الحاله تستقر، ما استناش ال 14 يوم كلهم، بس يعني ربنا يكرم يعني. قول لي الحاله في امريكا ايه يا كابتن محمد قبل ما تيجي؟ الشوارع في امريكا الدنيا شكلها ازاي في امريكا قبل ما تيجي مصر؟ والله بص، هو كل حاجه هناك في امريكا قفلت، هي كل حاجه عامله زي عندنا هنا. هو هم ما كانش عندهم حاجه اسمها حظر اتعملت قبل كده يعني. فما عندهمش حظر، هم لسه ما اعلنوش اعلان الحظر نفسه، غير بعض الولايات يعني زي نيويورك ولا حاجه. بس لان نيويورك فيها عدد كبير يعني، انا ما اعرفش اخر مره شفت كان فيها حوالي 70,000 حاله يعني. رقم مهول يعني. بس انا الولايه اللي انا كنت قاعد فيها انديانا ما عندناش عدد كبير قوي. بالاخصائي يعني بلومينجتون المكان اللي انا كنت فيه، فانا ما حسيتش بازمه، غير ان اغلبيه الشوارع كلها فاضيه، ما فيش حد، ما فيش غير سوبر ماركت هي الحاجه الوحيده اللي فاتحه صيدليات. الاكل كله يا اما بتروح تاخده يعني تاخده بره بيك اب او 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 كله ديليفري يعني، ما فيش حاجه اسمها انك تاكل جوه المطعم او حاجه يعني. هو الاكل كله بره المطعم. بس هي الفكره ان البيوت هناك متقسمه، ما فيش زي عماير عندنا في مصر، فكل واحد عايش في بيته، فتحس ان انت يعني نسبه ان انت هتتلامس مع ناس ثانيه او الناس اللي انت عايش معاها الموضوع نفسه مش اسهل حاجه يعني. فدي يمكن ميزه عندهم، بس انا ما اعرفش، هو برضه الموضوع عمال ينتشر عندهم بطريقه رهيبه يعني. بانتشار سريع جدا في امريكا. محمد قول لي تواصلتوا ازاي؟ مين اللي تواصل معاك من مصر عشان يبتدي ينزل جميع السباحين الى ارض مصر؟ هو الموضوع بدا ان احنا يعني كنا تواصلنا مع كابتن باشمهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد السباحه، وهو قال لنا احنا هنجيبكم باي طريقه. فنتواصل مع سياده الوزير اسره الصبحي، وسياده الوزير هيكلم السفير وهنعرفه هنرجعكم في اقرب وقت، لان احنا مش عايزين قلقانين عليكم ان انتوا تفضلوا قاعدين هناك يعني. وبس والموضوع تم بسرعه جدا يعني الصراحه يعني انا كنت بعمل معاهم الاوراق لمجرد ان احنا يعني اسمائنا وكشف اسمائنا وارقام تليفوناتنا والولايات اللي احنا قاعدين فيها وكل حاجه. وبس والله بعت لهم، ما احنا في فرق هناك 6 ساعات. بصحى كل يوم اللي هو ببص على الموبايل، طب ايه الجديد؟ لقيتهم بعت لنا تذاكر الطيران، لان احنا مسافرين بعد بكره يعني. الحمد لله. بس يعني انا بقول لك انا حتى يعني اللي هو طب انا هحجز دلوقتي تذاكر طيران واشنطن ازاي؟ طب انا هعمل ايه؟ يعني القصه كلها يعني لمت بسرعه جدا. بس يعني الحمد لله يعني لازم اشكرهم ان هم وصلونا بالسرعه دي
وان هم اساسا عرفوا يوفروا ان احنا نبقى موجودين على طياره راجعه. الف مليون سلامه عليكم، ودايما هنطمن عليكم. وما شاء الله يعني فعلا لازم نشكر الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكمان نشكر المهندس ياسر ادريس اللي تفاعلوا مع السباحين ورجعوهم لارض مصر، وهي دي تكاتف الدوله المصريه. وباذن الله نطمن على سباحينا، لان سباحينا دول ثروه قوميه عندنا باذن الله. 14 يوم ويرجعوا في احضان اهاليهم، وكل اهاليهم باذن الله يكونوا مستمتعين بيهم ومستمتعين في البلد. نكمل اخبارنا، وكريم عبد الجواد المركز الثالث في التصنيف العالمي، بيصعد من المركز الرابع للمركز الثالث في التصنيف العالمي للسكواش اللي صدر في اول الشهر. كريم كان في المركز الرابع زي ما قلنا، وبقى دلوقتي في المركز الثالث وما شاء الله بيتقدم. ده التصنيف العالمي للسكواش بيطلعه كل اول شهر حتى لو مفيش بطولات، وهو بيطلع التصنيف العالمي. رقم 18 نجمنا الكبير مصطفى عسل، كان الاتحاد الدولي للسكواش وقف علق كل بطولاته الدوليه لغايه شهر 7 اللي جاي. نجمتنا ياسر عادل برضو بتصعد في الترتيب العالمي، بتصعد مركز واحد في الترتيب العالمي، بتطلع من 15 الى 14 بعد ما قدمت مستويات مميزه جدا في البطولات اللي فاتت، واللي كان اخرها بطوله البلاك بول قبل الحظر على طول. كانت اخر بطوله اعتقد اتلعبت هي البلاك بول. يثرب كده ان شاء الله قربت من قائمه العشره الكبار في عالم الاسكواش، نتمنى لها التوفيق ونتمنى لها دخول العشره الكبار في عالم الاسكواش. هنخرج لمنتخب، هنخرج عفوا لبنات كره السله تحت 8 سنوات بقيادة كابتن علياء محمود. اديتهم تدريبات، كابتن علياء محمود مدربة كرة السلة لـ8 سنوات بنات، اديتهم تدريبات معينة عشان يعملوها داخل البيوت. خلينا نشوف الفيديو ونستمتع معاهم ببناتنا تحت 8 سنوات. زي ما شفنا بناتنا الصغيرين وكابتن علياء محمود اديتهم تدريبات مهارات عشان يعملوها في البيت، ما شاء الله استمتعنا فعلا معاهم. نتمنى الرجوع سريعا باذن الله، ونتمنى الخروج من الازمه كلنا، الازمه في العالم كلها باذن الله. العالم يعود قريبا الى الحياه الطبيعيه والحياه العاديه جدا، ونشوف الرياضه مره اخرى تاني وتتطور وتزدهر على ايد بناتنا الصغيرين. نروح لاخبارنا ونكمل اخبارنا. علي الصاوي نجمنا الكبير في الكاراتيه بيروح لصداره الترتيب العالمي في
في صدارة الترتيب العالمي تحت وزن 67، ده اللي أعلن عليه الاتحاد الدولي للكاراتيه في شهر مارس، تفوق على بطل العالم فرنسا ستيفان دي كوست وبطل البرازيل فيجو فيريرا. وكمان ده تصدر الموضوع على الرغم من توقف الداء الرياضي للمسابقات في لعبة الكاراتيه عالميا، نتيجة كمان ما يمر به أزمة تفشي الكورونا. الصاوي كان حقق الميدالية البرونزية للدوري العالمي للكاراتيه في النمسا في شهر فبراير الماضي. وكمان بطلنا علي الصاوي عبر عن سعادته باحتلال قمة التصنيف وشكر الدكتور أشرف صبحي وشكر المهندس هشام حطب وشكر الرئيس الاتحاد المصري للكاراتيه الكابتن محمد الدهراوي. سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى بيقول ان هو مستمرين ألعاب القوى أبطالنا مستمرين في التدريبات ومستمرين معاهم من خلال تدريباتهم في الاستعداد للبطولات القادمة. وأكيد ده اللي كان اللعيبة اللي ما تأهلتش إلى أولمبياد طوكيو في 2020 مستمرين لسه مع اللاعبين عشان يقدروا يعملوا فورمة كويسة، وبإذن الله لما البطولات تعود مرة أخرى يعود معاها هذه اللاعبين. وأوضح أن دي فرصة كويسة جدا في التأجيل عشان خاطر كمان بطلنا إيهاب عبد الرحمن بالأخص، لأن إيهاب عبد الرحمن كانت فك وقفه في شهر يناير اللي فات وكان مؤهل الى الاولمبياد، لكن قال ان دي فرصه كويسه جدا عشان يستعيد جزء كبير من مستواه، عشان ايهاب عبد الرحمن كل مصر كانت معوله عليه باذن الله ميداليه في الاولمبياد. جوكوفيتش بيتحدى الكورونا، ان بيلعب جوكوفيتش النجم الكبير في عالم التنس بيتحدى الكورونا ان هو بيلعب تنس داخل منزله مع واحد صديق ليه. لو شفنا الموضوع مختلف تماما، مش مضارب تنس بل بالعكس، هو الراجل عشان يكسر الملل عمل حاجة جميلة جدا، هو زي ما احنا شايفين قدامنا دول عبارة عن يعني قلايتين قلاية، لو شفناها كويس اتنين بيلعبوا هو وصاحبه في قلاية وحاطط الكنبة في النص شبكة، وكان بيحاول هو يلعبه فعلا عايز يكسر الملل، ودي رسالة مهمة جدا عشان الناس تكسر الملل في موضوع الحجر داخل البيوت والجلسة داخل البيوت، لازم يعملوا كل حاجة بتساعدهم في حياتهم. أكيد جوكوفيتش نجم كبير، يعني واحد من نجوم لعبة التنس في العالم، وأكيد هو عايز يكسر الملل مع صاحبه زي ما احنا شايفين قدامنا بيلعب. حلو جدا اللعب بالآليات بصراحة، ودي حاجة جميلة جدا. بطولة الويمبلدون، نادي عموم إنجلترا ألغى بطولة الويمبلدون. بطولة ويمبلدون ما اتلغتش من 75 سنة، اتلغت مرتين في حياتها. مرتين في حياتها فقط. حرب عالمية أولى وحرب عالمية تانية، لكن من 75 سنة ما اتلغتش بطولة ويمبلدون في أوساط التنس. طبعًا الناس زعلانة، لكن بسبب برضو تفشي فيروس كورونا. أكيد الخبر وهو طلع بيقول يأسف. يأسف نادي عمومي إنجلترا إن بيأجل أو إلغاء بطولة ويمبلدون 2020. بسبب المخاوف الصحيه واللي هي بسبب تفشي فيروس كورونا، وتابع بدلا من نسخه تقام ان شاء الله السنه الجايه من 28 يونيو الى 11 يوليو. خلينا نخرج الفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. اهلا بيكم بعد الفاصل، واخر خبر معانا النهارده من الدوري الامريكي لكره السله، اعظم دوري في العالم لكره السله، دوري يعني القيمه الماليه بتاعته بتتجاوز المليارات. النهارده رابعه دوري المحترفين اسبن التلفزيونيه الامريكيه اعلنت وقالت ان مع رابعه الدوري في تقليص الرواتب. تقليص الرواتب ده عشان بسبب ان اللعيبه بتاخد جزء من مدخلات هذا الدوري. فاللاعبين المحترفين الاتفاق اللي حصل بينهم او الاتفاق المكتوب في العقود كمان بيقول عليه ان اتفقوا ان او الاشتراط بيقول عدم حصول اللاعبين على رواتبهم في حاله عدم اقامه المباريات لظروف قهريه. ودي النهارده احنا في وباء كورونا، دي ظروف قهريه. فاكيد الدوري ده هيقل كتير جدا، ان كل مباراه تقام بص في فعاليات الموسم المنتظم بالبطوله ستكلف اللاعبين 1% من دخلهم السنوي. شوفوا بقى قد ايه وايه اللي هيحصل وهيكلف قد ايه وهيقل ازاي وهيقل كام فلوس. دوريات كتيره اتاثرت والارقام كتيره في العالم اتاثرت، واكيد التاثر ده
في العالم كله. نتمنى بإذن الله الخير للعالم، ونتمنى العودة سريعا إلى الحياة الطبيعية، وبإذن الله قريبا جدا يكون نقدر بإذن الله نعود لحياة طبيعية، والناس فعلا تعود لحياتها الطبيعية. والرياضة هي جزء المهم، أو جزء مهم جدا في المجتمعات، وأكيد الرياضة دي بتنم على حاجات كثيرة جدا، وكل الناس أكيد بتستمتع بالرياضة، وأكيد في الأوقات كثيرة جدا بره الشغل الناس بتقعد أمام الرياضة. وبإذن الله كده الأمور تعدي على خير. ودايما بنقول للشعب المصري خليك في البيت، خليك قاعد مع أولادك، وده شيء مهم جدا. خلينا نخرج لفاصل عن تدريبات منتخب التايكوندو، وكابتن ونجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن مروة عيد بيعملوا إيه في هذا الحظر، وبعد كده نستقبل ضيفنا الكبير كابتن أحمد فهمي مدير أكاديمية السباحة في النادي الأهلي.
اهلا بيكم بعد الفاصل. زي ما شفنا ابطالنا في التايكوندو وكابتن مروه عيد نجومنا بيتمرنوا ازاي في الحظر، خلينا نستمتع بالحديث في الفقره الحواريه مع كابتن احمد فهمي مدير اكاديميه السباحه بالنادي الاهلي، وفعلا حد يعز على قلبي جدا وصديق عزيز جدا جدا جدا. كابتن احمد منورنا ومشرفنا، واهلا بيك مره ثانيه عودتك الى جدران النادي الاهلي. حبيبي انا بحمد ربنا ان اول حد قابلته. ربنا يخليك كابتن، انا سعيد جدا والله، سعيد جدا بلقائك النهارده، وبشكر المسؤولين عن القناه وقناه النادي الاهلي على استضافتهم النهارده اللي هي بتعبر عن ده تقدير ليا في المقام الاول، ومبسوط جدا لحاجتين، ان انا موجود في قناه النادي الاهلي وان انا قابلتك النهارده. دي حاجه جميله جدا جدا جدا. الحديث الدارج في الحياه بتعمل ايه؟ ماسك لابس جلافز وجاي ومظبط حالك. لا صوت يعلو فوق كورونا الان. دي حقيقة. فلازم ما حدش بيسمع دلوقتي، وكل التوترات والدنيا كلها متوترة بسبب الموضوع دوت. فانت هتدور في اي حد دلوقتي هتلاقيه في شنطته اللي هي موجودة معايا تحت دي، هتلاقي برضو معايا الكحول. الكحول موجود معايا والكلبزات وكل حاجة عشان تقدر تجاري الامور. تجاري الامور لازم. احنا في مرحلة دلوقتي صعبة جدا. ارجو ان كل الناس، احنا وغيرنا وجميع الرياضيين وجميع كل الناس، لازم كل الناس تلتزم، لازم نلتزم عشان نعدي الفتره دي كلها. بصراحه شديده، شايف الناس ملتزمه في البيوت والله، ولا شايف نسبه التزام مش كبيره في البيوت؟ في البيوت داخل البيوت الناس ملتزمه، لكن بره لا، حاجات كتير جدا. احنا معلش زي ما بنقول احنا حضاره 7000 سنه، لازم نبقى حضاره دي تعبر عن نفسها في كل المواقف. احنا دلوقتي في شده، والشعب المصري كله ما بيبانش الا في الشده. احنا دلوقتي بنطالبكم، احنا في شده، كلنا في شده اكيد، يعني احنا ما بنخافش على نفسنا بس، لا بنخاف على كل الناس. فلازم كل الناس تلتزم عشان نعدي المرحله دي. المرحله دي موقفانا كتير جدا في كل حاجه، في كل حاجه. احنا نفسنا، كرياضيين كمان خايفين ننزل من بيت. خايف، انت قافل على نفسك، حياتك خلاص، الحياه وقفت كلها. فارجو من الناس نلتزم شويه، نلتزم شويه. وبعدين احنا الحمد لله القياده السياسيه في مصر عملت كل ما هو في استطاعتها ان احنا نبقى متامنين الى اقصى درجه. فارجو ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يعدي المرحله دي على خير باذن الله. مرحله مهمه في حياه كابتن احمد فهمي وجودك في الكويت. اولا نادي الاهلي، وبعد كده الكويت، بعد كده نادي الاهلي. مراحل متعاقبه في حاجه جميله. عايزين نعرف جميله دي خلفيات بقى كويت. 12 سنه. 12 سنه كويت. الحمد لله 12 سنه، وكانوا قبليها بثلاث سنين كانوا بيتفقوا معايا على اساس اروح امسك نادي القادسيه، وكان في طبعا الحوارات كتير جدا بحيث الحاجات اللي انا عاوزها تبدا تتنفذ على ارض الواقع، ابدا انا اروح، نبدا نشتغل، نبدا نعمل الحاجات الاهداف اللي احنا متفقين عليها. والحمد لله ربنا كريم، الحمد لله قعدت في نادي القادسية 9 سنين، من أحسن سنين حياتي اللي أنا قضيتها، لأن الناس ساعدوني بما أوتي من قوة لغاية ما حققنا الهدف اللي احنا أخدنا 5 سنين درع عام. الحمد لله 5 سنين درع عام. شغلك في النادي الأهلي بقى، قبل ما نخش على شغل دلوقتي، قبليها لا لا، النادي ده التاريخ الأهلي بقى بتاعك. لا النادي الأهلي، تقدر تقول يعني الحياة. النادي الأهلي ما نتكلمش، النادي الاهلي احنا بنتولد بيحطوا لنا العلم هنا كده، زي ولادي كده لما اتولدوا حطيت لهم العلم وصورتهم بيه. مفيش هزار، احنا مفيش هزار، هو النادي الاهلي حياه، النادي الاهلي دوله زي ما بنقول يعني. طب قول لي لو رجعتك للقديم بقى، قبل ما تطلع الكويت وانجازاتك داخل النادي الاهلي، احكي لي كده ذكرياتك داخل النادي الاهلي. والله ذكرياتي داخل النادي الاهلي تعاملت مع مين؟ سباحين؟ لا، من الادارات الحمد لله ربنا كرمني ان انا تعاملت مع جميع الادارات اللي موجوده، وجميع مجالس الادارات اللي موجوده الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. واحنا ما يميز النادي الاهلي انك انت بتخش البيت اتطبعت بيه وانت داخله تاني، مش هتحس انك غريب خالص، هتحس انك انت موجود، لان كل حاجه اساساتها موجوده. اللي جاي جاي معاه تطوير بس خفيف، لكن اساسيات موجوده على مر التاريخ موجوده الحمد لله. من ضمن طبعا انا ربنا كرمني ان انا اتعلمت من احسن ناس موجوده داخل النادي الاهلي، وده اللي يميز النقطه الثانيه بقى. ها الاساس،
الاساس. الاساس هتروح عند كابتن خالد العوضي في كره اليد هتلاقي في عنده اساسيات الناس بتخش تبدا تقعد تتفرج تتعلم تشوف اللي قبليها بيعملوا ايه وتاخد بقى السيستم تمشي عليه خلاص. انا ربنا كرمني الحمد لله اما دخلت النادي الاهلي يعني ده كان يوم السعد. الواحد كان بيتمنى عشان بقول للناس بس النادي الاهلي زمان احنا كنا بنتفرج على السور من بره ونتمنى ان نخش جوه. اما دخلنا جوه حاجه تانية خالص يعني بره السور غير جوه لا السور. لا 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 انت كمان بتشوف حاجات انت عمرك في حياتك ما شفتها. حاجات جميله لغايه النهارده الواحد بيحسها. وكمان لما بتنزل كمان بلدك يعني وانت قاعد هناك بتتابع الاخبار بتاعه النادي وكمان لما بتنزل هنا بتشوف حاجات كتير قوي. حاجات كتير كانت وحشاك يعني. انا بقعد دلوقتي اخش النادي الاهلي بقعد في مكاني بقعد ابص كده على الاماكن واحد صغير كان بيعمل ايه وايه مواقفه جوه النادي. الحمد لله والكل زي ما بيقولوا كده لكل واحد قصه وقصه جميله زي البطل زي ابطالنا اللي احنا هنتكلم عنهم ونقول عليهم طبعا. لكل بطل من دول قصه كبيرة. قصة وقصة كبيرة زي ما كل المدربين اللي موجودين علمونا حاجة كلهم بدون ما أنا أذكر أسماء كلهم ربنا جزيهم خير علمونا وكبرونا وطلعنا على أديهم بشكرهم واحد واحد من أول الأول بتاع أوضة اللبس لغاية أكبر واحد في الجهاز تعاملنا معه. الحمد لله الحمد لله 12 سنة رجعت لقيت النادي الأهلي هو 12 سنة ورجعت لقيت النادي الأهلي هو النادي الاهلي اللي الواحد شايفه. بس تطوير في الاماكن تطوير في حمام سباحه تطوير في مطاعم تطوير في الـ لا 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 حاجه تانية خالص. احنا بنشكر الاداره التنفيذيه ومجلس اداره النادي والاداره التنفيذيه على الجمال ده. فعلا احنا الاهلي زي ما احنا بره بنقول احنا مصر لا انا اهلاوي ودي حاجة جميلة. حاجة جميلة انك تكون اهلاوي دي حاجة جميلة جدا تكون اهلاوي اكيد. قولي خلفيات او يعني وجودك داخل النادي الاهلي مرة اخرى في هذه المنظومة الرائعة وتوليك منصب مدير اكاديمية النادي الاهلي للسباحة. والله الحمد لله رب العالمين. هو بس ايه يعني ال 12 سنة اللي عدوا عليا موجود في الكويت في كلام في هتنزل امتى هتعمل ايه وخطواتك اللي بعد كده. فربنا كرمني الحمد لله اللي كان في تواصل مع الاداره كابتن وائل عزت ربنا يكرمه وكابتن علام ومع كابتن بودي مرجان الاداره التنفيذيه اني ارجع اعمل حاجه جوه النادي بقى. يعني الحمد لله من اول بدأنا مشوارنا التعليمي والتدريبي وبعدين سافرنا عملنا أكاديميات وعملنا أندية كتير والحمد لله نزلنا بقى نشوف الثقافات اللي احنا تعلمناها دي دخلها جوه النادي بس كان النادي الأهلي دوت هو مفتاح المفتاح السعادة اللي بتفتح بيه الأماكن اللي انت رايحها بره. الناس فعلا اللي ما يعرفش لازم يقول أنا أهلاوي الحمد لله. عجبني كلامك جدا قوي بحبك في النادي الأهلي. بص يا كابتن معلش قول اللي يقول ايه نقول لازم لكل واحد نديله بفضل. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وأهالينا ربونا الحمد لله دخلنا وعلمونا ان اما تتعلم من حد لازم تقول له شكرا وتعظيم سلام. أنا بدي تعظيم سلام لكل المدربين اللي اتعلمنا منهم تحت إيديهم وللنادي الأهلي اللي شربنا بقى شربنا قيم وشربنا مبادئ وشربنا مسؤوليات وعرفنا ناخد ده أما روحنا قلنا إحنا في النادي الأهلي. لا عرفت ده وأنت في الكويت؟ حسيت بيه اللي أنت اتعلمت من منظومة كبيرة فقدرت قول لي بقى احكي لي ده اللي بيبان ده اللي بيبان. القيمة هنا إنك أهلاوي وتعلمت فما يجي حد يتفق معاك فأنت بتحط كل اللي أنت عاوزه. يعني أنا لما جم من الحمد لله يتفقوا معايا في القدسية قلت لهم أنتوا عاوزين إيه؟ بس ده كان أول سؤال أنتوا عاوزين إيه؟ فقالوا إيه إن إحنا عاوزين إيه؟ إحنا عاوزين الهدف بتاعنا بطولة طبعا عشان نعمل البطولة زي ما اتعلمنا في النادي الأهلي في احتياجات الاحتياجات بتقول 1 2 3 4 دي موجودة؟ لا مش موجودة دلوقتي أما تتحقق قولوا لنا وإحنا نيجي على طول على طول. قعدنا 3 سنين لغايه ما الدنيا اتظبطت وبدانا نروح وربنا كرمنا جبنا المدربين والهيكل التدريبي كله جبناه من مصر الحمد لله من اولادنا اللي موجودين هنا داخل مصر.
والحمد لله ربنا كرمنا وعملنا قاعدة جميلة جدا زي ما بيقولوا كده، انت تحط القاعدة والأساسيات وتمشي لخمسين ستين سنة قدام، اللي جاي بعدك هيستريح زي بالظبط هنا هو. انا نقلت الحمد لله تجربتي اللي موجودة داخل النادي الاهلي وانا صغير نقلتها هناك وقعدت ال 12 سنة يقولوا والناس تفتكر وزمايلنا المدربين والناس اللي موجودين في الكويت يفتكروا كويس قوي ان هم قالوا لنا انتوا نقلتوا نادي القادسيه ان هو يبقى النادي الاهلي الثاني اللي موجود في مصر، ودي حاجه انا بفتخر بيها الحمد لله. احنا اللي بنفتخر بيك وكلنا مبسوطين ان انت معانا، لكن قول لي الهدف احسن يعني الهدف داخل الكويت كان تحقيقك لبطولات قعدته 5 سنين. أيوة. في بطوله تعز على كابتن احمد فهمي اكيد مش ناسيها في تاريخه داخل الكويت، وبطولة كان يعني طول عمره بيفتكرها. والله يا كابتن لما تملي كده في حاجات بتبقى صعبة في حياتك. أنا رحت النادي القادسية كان بالظبط في حدود 25 ل 30 سباح. ناس في 25 ل 30 سباح. ف طبعا انت متعود طبعاً على بالظبط 1000 و2000 بالظبط يعني احنا واخدين هنا اهوت على الاقل. كنت انا الحمد لله اللي ربنا كرمني برضه في النادي الاهلي من 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 ذكرياتي الجميله انه استعانوا بيا ان انا نفتح الـ 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 المسبح الاولمبي اللي موجود في مدينه نصر. انا واولادي اللي انا اخذتهم لمده 3 اشهر اعلمهم عشان يعملوا العرض بافتتاح المسبح الاولمبي بمدينه نصر. ف الحمد لله ربنا كرمني ان انا اروح في ظرف كانوا بالظبط حوالي التاريخ بتاعهم اللي احنا اخدناه كله ان هم كانوا بياخدوا 0 في الدرع العام. لكن الحمد لله بعد بالظبط 18 يوم رايح 18/6 بالظبط كانت البطوله حاجه 7/15/7 او حاجه. الحمد لله ربنا كرمنا اللي احنا قدرت اخد نقطه، ودي كانت الانطلاقه الاولانيه اللي خلت الناس تثق في امكانيات واحد جاي في 15 يوم يقدر ياخد نقطه. نقطه واحده، نقطه من واحده، من زيرو لنقطه، من زيرو لنقطه. يعني من زيرو لنقطه، ودي كانت ان هم برضو يحطوا الثقه الكامله فيا. اللي انا اقوله كان بيتنفذ الحمد لله لغايه ما وصلنا اللي احنا بناخد درع عام 34 نقطة، درع عام في السباحة وكرة المية والغطس. الحمد لله الحمد لله. مسكت أكاديمية الأهلي، أهدافنا إيه داخل أكاديمية الأهلي؟ الأهداف داخل أكاديمية الأهلي دي أهداف تبقى عظيمة بقى. أنت بتكلم واحد في بيته في البيت فعاوزه يبقى أحسن أحسن حاجة في الدنيا بحالها. فده بيتنا، اتفرجنا على كل حاجة فيه، والحمد لله بشكر الناس القائمين على الجهاز الفني والإداري في الأكاديمية، وبشكر كابتن علام وكابتن وائل عزت ودكتور رائف عمل مجهود، واللي قبله كابتن مجدي ربنا يجازيه خير، ده أول واحد نزلنا المية. فده دول شوف عشان كده احنا بنقول إيه، أجيال متواصلة طول عمر النادي الأهلي أجيال متواصلة. شوف كابتن رجب حافظ، بعد كابتن رجب حافظ نادر، بعد نادر جه على طول مجدي، بعد مجدي جه دكتور رائف، والدنيا كلها ماشيه، كل اللي جاي بيحط حاجه جديده ببصمه، بصمه جديده، بصمه جديده، بس اضافه، كل حاجه موجوده زي هي داخل البيت. فاحنا ان شاء الله باذن الله البيت قعدنا واتفقنا على كل حاجه وعملنا المنظر العام كله اللي في السنه الجديده ان شاء الله يفوق ربنا، بس يفك كربنا كده والدنيا تنزل تاني عشان وحشتنا الميه. وحشتك الميه، بس عاوز اقول ايه، الواحد ما بيستحمى لا كتير كده كتير بعيد عن حمام السباحه. فربنا كريم ان شاء الله ان كل حاجه دلوقتي مع موجوده، قعدنا مع كابتن علام وكابتن وائل وكابتن رائف، حطتنا الخطوط العريضه كلها اللي هنحطها ونمشي عليها، وتقدر دي تقدر تقول انطلاقة إن شاء الله جديدة لأكاديمية السباحة في النادي الأهلي. التحديات الأساسية ليك داخل هذا القطاع بصراحة شديدة، بصراحة شديدة. أنا هقول لحضرتك، إحنا زمان زمان كنا بنلاعب كل نادي فرع، فكان بالنسبة لك الأمور سهلة إلى حد ما. لكن النهاردة أنت بتواجه
أندية بفروع كتيرة بأكاديميات كتيرة في كل مكان. الحقيقة فأنت ما عندكش دلوقتي حل إلا أنك أنت توسع القاعدة كمان عشان تمشي في الركب ده. ومن الحتة دي بنشكر مجلس الإدارة إن خد القرار إن إيه؟ إن يعمل أكاديميات كتيرة في كل مكان داخل داخل الوطن وخارج الوطن، ودي حاجة كويسة. مهمة جدا الكلام ده. كابتن ده رقم واحد في إنك أنت بتواجه التحدي الأول اللي جاي لك من بره. أنا النهاردة عندي أندية بره عندها من 7 لـ9 فروع. كتير قوي. 7 9 فروع يعني على الأقل. وكمان اللي مميزهم إيه؟ إن 7 9 فروع دول اللي موجودين عندهم مثلا زي قطاع السباحة. هو عنده 9 فروع أكاديميات سباحة، وفي نفس الوقت أغلبية الناس اللي فيه بيتمرنوا بعيدا عن أنديتهم. فأنت بتواجه مشكلة إنك أنت لو أنت اللي بتحضر له سياستك اللي أنت بتحضرها النهاردة 6 لعيبة و6 لعيبة عشان تكسب، لا أنت لازم تعمل 10 أو 10 لعيبة و10 لعيبة في المراحل السنية المختلفة عشان تقدر تكسب. فعشان كده أنا بشكر مجلس إدارة النادي اللي خد القرار إن إحنا نعمل إيه؟ نفتح أندية أكاديميات ونفتح الإيه؟ الأكاديميات. هيطلع لنا منها مواهب كتيرة جدا في ربوع مصر كلها. إحنا كنا بنتحرك في القاهرة ومدينة نصر والشيخ زايد. النهاردة رحنا الأقصر، فربنا ربنا كريم تمشي الأمور. هل شايف إن فرع الأقصر ده ممكن يكون نتاج مختلف من أنماط السباحة؟ ده كتير جدا كتير جدا ده كتير جدا وده مهم جدا. دي في الخريطة مهم جدا. لأن كونك إنك أنت بتفرع الأكاديميات بتاعتك يبقى أنت بتعمل جذب جديد لأبطال جداد إحنا ما كناش بصل لهم من بعيد. والنادي الأهلي عامة في مواهب موجودة. يعني لو فتحنا في المنصورة في مواهب في المنصورة، فتحنا في الأقصر في مواهب في الأقصر، فتحنا في بني سويف في مواهب في بني سويف، في كل أرجاء الوطن موجود في مواهب. بس اللي يبحث عنها ويطلعها تنقيب، بس نقب وطلع. تنقيب شيء مهم جدا، اكتشاف المواهب. لكن خلينا نتكلم بصراحه شديده. ايوه ولي الامر النهارده جبتك بسؤال بدري بتزقني يا كابتن ولي. ولي الامر عايز ان ابنه، كل ولي امر عايز ان ابنه يبقى بطل طبعا، وبالذات في السباحه طبعا، لان كل الناس بتتجه الى السباحه او الجمباز في اول بدايه تمام. الرياضه تمام. تمام هتقابل ده ازاي او بتقابل ده ازاي؟ عندك آلاف السباحين، وفي الآخر عندنا ما بيطلعش آلاف السباحين أبطال، لكن بيطلع أعداد قليلة شوية. هتتعامل مع هذا الأداء إزاي أو مع أولياء الأمور؟ هو الأداء ده موجود من زمان. ولي الأمر دي حاجة أساسية في الهرم التعليمي، ده الأساس. ده الأساس، أساس مدرب لعيب ولي أمر كويس. إدارة تمام. أدي أنت لازم، مفيش جانب بيطغي على التاني خالص. لازم على طول ولي الامر ابنك هو ابني في نفس الوقت. واحنا انا من هنا بشكرهم واولياء الامور اللي مدينا الثقه الكامله في التعامل مع اولادهم، لان كل ولي امر موجود معاك ليه هدف. هدف ممكن انا كولي امر يهمني قوي ان السباحه بالنسبه لي ان انا ابني اخده اوديه البلاج ينزل يعوم قدامي يطلع حمام سباحه يبقى انا مطمن بالنسبه له، وده الهدف الاساسي انك تمحو اميه السباحه لجميع اطياف الشعب. يبقى دي اول هدف لينا، ده الهدف ان ابني لما ينزل الميه في اي مكان مصيف ايوه حمام سباحه ابقى مطمن عليه. بس ده جميل، ده الهدف الاسمى والاولاني للسباحة اللي انت بتاخده كويس. لكن ربنا سبحانه وتعالى ادى لكل واحد حته مظبوط، ما اداناش كل حاجه. فانا مزبوط. بقول هنا نداء لاولياء الامر، ابنك النهارده انت جبته السباحه عشان تمحو اميه السباحه في المقام الاول. لو ربنا سبحانه وتعالى اداله الموهبه هيديله ايد طويله ويديله جسم جميل ويديله اداله الموهبه، خلاص بيثقل، خلاص خد السكه وركب خد سكه البطل. زي ما بيقول كابتن رويتر، ربنا يمسيه بالخير. ربنا يمسيه بالخير حبيبي كابتن رويتر. والله كابتننا الكبير ربنا يديله الصحه يا رب. والله يقول لك احنا ماشيين في قطر، اللي عاوز يركب القطر موجود يتفضل يركب خلاص. فانا نداء لولي الامر، عندك جميع الالعاب موجوده في النادي وعندك جميع المدربين. الولد النهارده بدا في سباحه، خلاص بقت هي السباحه كل دنيته؟ لا، العلم بيقول هنا
امشي معاه لغايه مرحله البلوغ، لعبه عندك الامكانيات، لعبه كل الالعاب موجود، يلعب سباحه، يلعب جمباز، الاثنين متوافقين مع بعض حاجه كويسه، طلع قدام في العمر شويه يلعب لعبه تاني، فخد الاجازه الصيفيه بتاعته يلعب لعبه ثالثه ورابعه وخمسه، لغايه ما هو هيجي ايه؟ ها انت هتشوفه من بعيد، اول حاجه الميول، ميوله رايحه لفين، حب خلاص هيتفوق، حب وهيساعدنا بيتفوق وياخد سكته. الحته الثانيه الموهبه، الموهبه ما لقيتوش موهبته هنا في السباحه اكيد في لعبه تانية، ودي حته تانية تبقى جميل، انت كده تبقى جميل. ليه انت عاوز تجنى عليه في الحته؟ ليه بيضغط؟ ليه نقول بيضغط على اللعيب او بيضغط على اي لعبه؟ خلي بالك مش على السباحه بس، يقول له هي دي. يعني ابني مثلا، انا مش لازم اطلع لعيب هاندبول، لا مش لازم، مش لازم كويس، ابني عايز يلعب باسكت خلي بس بالك. عنده جينات، عنده جينات، بيبقى عنده جينات موجوده، لكن لازم توديه في العاب تانية موجوده، انت هتشوف ده. زي النهارده دلوقتي احنا قاعدين نقول يا رب فك كورونا دي. طب ما ممكن كورونا تكون بالنسبه لنا، تكون بالنسبه لنا فايده. تكون ربنا بعتها لنا عشان نقعد مع عيالنا ونكتشف فيهم الحاجات اللي احنا ما شفناهاش. يعني في حاجات احنا ما شفناهاش من ولادنا. مظبوط. ليه؟ حضرتك في شغلك حصل. وانا في شغلي وما شفناهمش وما قعدناش معاهم، بنلاقي حاجات جديده، بنلاقي جذب جديد بالنسبه لاولادنا. انتوا استمتعوا باولادكم برضو. النهارده ما لقيتوش في السباحه، هتروح كره اليد تلاقيه عشان كابتن خالد العرض. ما لقيتوش هتوديه باسكت، صح؟ ما لقيتوش وديه العاب قوه، في العاب كتير جدا. ما لقيتوش ممكن يطلع دكتور كبير، ممكن بالظبط كده زي ما الدكاتره النهارده واقفين. هو قد دفاع الاول. وده النهارده نقول ايه؟ نقول للناس لازم تمارسوا رياضه، صح؟ لازم تمارسوا رياضه، هي ممارسه الرياضه شيء مهم، لازم يكفر. مش احتراف الرياضة هو الشيء المهم. رقم واحد الرياضة، وبعد كده تعليم. ها بطل كويس. بطل الدكتور خالد العوضي كويس، بطل أحمد فهمي كويس، بطل كابتن تامر زينهم، بطل دكتورة رانيا. في حاجات كتير عندنا، أمثلة كتير. ها بطل مهندس محمد جضاء، في حاجات كتير جدا. ها لكن كلمة بطل بتختلف، تختلف في مكانك، في مقابلتك للناس، في حديثك معاهم، كل حاجة تبقى كده. فرجاء من أولياء الأمور بس إن هم ينوعوا لأولادهم ويودوهم الحتت اللي المدربين ينصحوا بيها. لأن ابنك هو ابني، وأنا يهمني في المقام الأول إن بدل ما يكون عندي بطل يكون عندي 30 بطل. ده من ناحية التدريبية، او ناحيه اللي هي لما حاجه بتشتغل مثلا النهارده مدير اكاديميه. أيوة. مش عايز عندك 1000 بطل طبعا، مش عايز واحد، لا بالظبط كده، عايز 1000، عايز 1000، عاوز 2000. ايوه بالظبط، ده المفهوم اللي هو بس شويه عند اولياء الامور مش موجود. طب لكن النهارده دايما بيتكلموا يقول لك اصل المدرب ده ما استقصد ابني، اصل مش عارف ايه. عايز اقول لك برضو اكيد ليك دور في تطوير المدربين في المرحله اللي جايه. ايوه. الكوادر التدريبيه دي هنطور ازاي؟ بص يا كابتن، زي ما اتعلمنا زمان، زي اللي اتعامل معانا الحمد لله. ما عشان كده بنقول مين اللي عمل معاك؟ بنقول احنا مش عايز اقول اسماء، انت بتجري بالاسماء. انا بجري بالاسماء لان كل واحد ليه افضل علينا فوق دماغنا من فوق. فاحنا زمان الاداره الفنيه اللي كانت موجوده ولا زالت ما هو موجودين هم يعني كابتن علام كان معايا مدرب، وكابتن وائل عزت كان لاعب، النهارده هم هو ربنا كريم والحمد لله، صح. ربنا يديله من الصحه، بيحاولوا بقدر الامكان بكل ما اوتي من قوه اكتسبوه يعلموه، ويزودوا كمان. ويزودوا. يعني احنا من فتره قريبه كان دكتور رائد بيقعد كل اسبوع مع المدربين، كل اسبوع نقعد مع المدربين بحيث احنا ننقل البرنامج اللي احنا عاوزين ننفذه، ننقله لهم وننقل الحاجات، سواء عملنا مزايا نقولها، عملنا اخطاء معينه نقولها، بحيث احنا نصلح ونكون في المرتبه الاولى طول ما احنا ماشيين. ودوت بيرجع كمان، احنا الحمد لله اول نادي موجود في في في, في مصر بيعمل وبيدي مكافئات للاعيبه ان هم بيعمل لهم بطوله داخليه. يعني احنا كمان بقالنا دلوقتي دي البطوله الداخليه الخامسه، رقم خمسة في النادي الاهلي. طبعا بنشكر اداره النشاط الرياضي ومجلس الاداره ان هم بيوافقوا وبيدعموا الفكر ده. ليه؟
عشان تعرف انت وصلت لانهي نقطه. وكمان يعلم الواد صغير ان هو يبقى يقف على المنصات. أيوة. التتويج. الله اكبر عليك. لا خلاص كده سباح قديم. ربنا يخليك. المشكله في الالعاب الفرديه بصفه عامه الناحيه الذهنيه او الناحيه النفسيه. ايوه. تتعامل معاهم ازاي؟ ألف واحد وكل واحد كده. انا بخليك بصراحه. ايوه. ليه تعامل مختلف؟ يعني في الالعاب الجماعيه يقول لنا ايه؟ فرقه. تكلمش مش عارف عارف انت النظام. أيوة. ده. أيوة. تتعامل ازاي مع النفسيه دي كلها يا كابتن؟ بص يا كابتن، انت بتبدا تربي النشئ بتاعك من اول يوم هو نزل لك في الميه. يعني هو بينزل لك الميه وهو سنه 4 سنين او اقل. كويس. بتبدا معاه تشوف وبتدرس كل الشخصيه بتاعته. مو الولد دوت ما هو الا بغبغان بيجي يقول لك كل حاجه. بس عجبتني. الصراحه بص الصراحه راحه يعني. الصراحه راحه. ف على طول. فرجاء من اولى الامور ما حدش يقول لك الولد حاجه عشان هيروح يقول للمدرب. اتفضل يا كابتن. فانت بتنقل بقى بتنقل الحاجات دي. شوف طول السنين التدريبيه انت اللي بتعملها، انت الولد موجود معاك وتحت عينك. بتعمل له زي ما بتعمل للمدرب تقييمات. وبتيجي تديله محاضرات سواء تعليميه او فنيه او ذهنيه. بتعمل نفس الكلام بالظبط مع الطفل الايه الصغير. بتيجي عن طريق انك انت بتجيبه كل فرقه لوحديها من الفرق بتاعه التجهيز دي، بتيجي تقعدهم وتعمل لهم زي شرايط للمهارات اللي انت محتاجها. شرايط ازاي تتعاملوا مع اصحابهم الموجودين في الميه. ودي خبرات كبيره جدا احنا بننقلها بكل الامكان، بنحاول ننقلها عشان نمشي على الجيل القديم. احنا في النادي الاهلي حاجه جميله قوي، كنا ولا زلنا عيله واحده جوه. دي حقيقه. الفرقه دي جميله، يعني اقول لك مثلا فرقه 2010 عامله النهارده افطار جماعي. فدي كانت روح الاسره موجوده. رجعنا بقى لايام رمضان. دخل علينا كلنا فطار هنا وفطار هنا وكلنا. وبعيدا عن رمضان. يعني هو بعيدا عن رمضان في ايه؟ السباحه بالذات. السباحه بالذات، لان احنا كان فكرتني اهو. يعني فكرتني يعني مثلا اللي هو سعد مرجان في شم النسيم. هتلاقي الحمام ال 25 ده كله من اوله لاخره في سيخ ورنجه وبتاع وعيله كل واحده، كل النادي الاهلي قاعد في الحته دي بياكل حقيقه. فتخيل انت كل ده بيتنقل لسباحنا لاولاد امورنا. ده اللي اتعلمناه. دي حقيقه. وده الحب الكبير اللي هو بيخش جوه الانسان ما بيطلعش منه طول سنين حياته في اي مكان تاني. دي ذكريات جميله جوه النادي. دي ذكريات جميله. هنتكلم على ذكريات، خلي بالك مش هسيبك النهارده هتكلم على ذكريات. قول لي، تقول لي السباحين النهارده على ارض الواقع هم قاعدين في بيتهم يعملوا ايه؟ السباح قلت لي هيخش. احنا عاوزين الاول بس عشان ولي الامر اللي هو القمه اللي عندنا ولي الامر الاهلاوي الجميل اللي جاي لنا عشان يبدا بس نتكلم عن الاكاديميه بس. يعني الاكاديميه بقى جايه، هو داخل عارف هو هيعمل ايه. قول لي. داخل احنا قلنا الاول الهدف ان هو هيبقى عنده محو اميه السباحه، لكن هو جاي دلوقتي داخل حمام السباحه. كويس. جايب لنا ابنه من 4 سنين وعاوز هيعمل ايه. اول حاجه بيعملها محينا الاميه عشان بس حته اعلاميه اهو. براحتك خالص. اعلان يا دكتور رائف عشان اعلان يا كابتن وائل عزت عن السباحه. اتفضل. ما حصلش طبعا. بشكر البرنامج بتاع العاب الصالات الجميل ده. ان هو كان احنا من ضمن المساوئ زمان. ودي الحاجه الجميله بقى في النادي الاهلي. انك انت كان حدش يعرف عنك حاجه. اول قناه رياضيه. فاحنا النهارده اول قناه رياضيه للاهلي. صح. في مصر والعالم كله. والعالم. فاحنا لازم نقول شكرا وتعظيم. صح. سلام. صح. ده جميل. ده حقيقه. والبرنامج ليه؟ لان هو كمان بيدي الالعاب الشهيده حقها. مظبوط. احنا كنا بنتكلم عن السباحه دي، كنا مثلا 4 5 سنين وما حد يقول ايه يكتب اسمك في مجله. والله. بس كانت مجله الاهلي بتكتب. والله. عشان يبقى حق. لا اديهم حقهم يا كابتن. مجله الاهلي كانت بتكتب. كنت انا ولا لعيب بدور على صورتي داخل. أيوة. مجله الاهلي. أيوة. واجري عليها واشتريها من على الباب. عندي قد كده. شويه والله العظيم لغايه النهارده ما طلع. ما جبتهمش ليه؟ دول كنا زمان طلعناهم كده. ربنا يخليك يا كابتن. اتفضل يا كابتن. فمهم جدا انك انت هتيجي بتسحب الاستماره. كويس. بتملاها، وبعد ما تملاها بتجيب لنا الولد، بنعمل له الاختبار، تحديد مستوى، هيروح مع مين، تدفع مصروفات، تحدد ايامك، تيجي تنزل على طول. كويس جدا. دي بس يعني نبذه مختصره سريعا عن الاكاديميه
والترتيب بتاعها بيبقى ماشي ازاي. نفس البرنامج ده بيبقى ماشي طبعا، هو بيمشي على برنامج، البرنامج ده سنوي بيتغير، بيجي يتعمل له اختبارات كل فتره. كويس. يعني كل فتره داخل الاسبوع انت بتعدى عليه تعمل له اختبار. انت بتعمل اختبارات غير معلنه مظبوط؟ في اختبارات غير غير معلنه، وفي اختبارات اساسيه. يعني اختبارات اللي هي ايه، هو كل اربع اشهر بيتعمل له اختبار اساسي. كويس. اللي هو احنا عندنا سبع مستويات في الاكاديميه. كويس. بيتنقل كل اربع اشهر بيروح مستوى. اربع اشهر يروح مستوى. ولو لو ما نجحش في مستوى هيكمل. ما هو ليه احنا بنعمل ليه اختبارات الدوريه؟ الاختبارات الدوريه بتقول لك ان الولد دوت في المستوى دوت موجود كده مثلا بيعمل 10 مهارات. كويس. اما اجي اختبره لازم يعمل 10 مهارات. ما كويس. عملش ال 10 مهارات، عمل 9. يتكتب كده في الورقه ان هو عمل 9 مهارات ويستنى. ايوه، يستنى يعمل المهاره دي في المستوى اللي بعده. كويس. فبنوصل لغايه المستوى اللي هو السادس، يعمل الفرق بتاعه البراعم على حسب المستوى. احنا عندنا النهارده فرقه في 2010 و2011 اللي لسه عاملين البطوله التنشيطيه بتاعتهم موجوده في شهر الشهر اللي فات. عملنا البطوله التنشيطيه الخامسه والحمد لله، عشان التطور اللي حصل في الأكاديمية حاجة جميلة جدا. احنا النهاردة بنتكلم في 6 أبطال و6 أبطال موجودين جاهزين بكل أسلحتهم جوه النادي الأهلي ما شاء الله. وده كان نتاج البطولة، ودي أهم حاجة، إنك أنت يبقى عندك بطولة. النهاردة البطولة دي داخلية إن شاء الله، إن شاء الله التفكير يبقى دي بطولة داخلية عامة وبطوله خارجيه كمان، ان احنا نقدر نجيب فيها فرق من بره داخل النادي الاهلي، وتبقى بطوله ان شاء الله دوليه باذن الله. باذن الله. تقول لي سباحين ايه بقى اللي قاعدين في البيوت دلوقتي على ارض الواقع قاعدين؟ اكيد مفيش نقطه مشوار. نقطه جميله جدا طبعا. طبعا قبل ما اكلم سباحيننا بكلم اولياء امورهم واطمنهم ان القعده جميله جدا. كويس. حلوه. جميل. طبعا شفت ولادكم، شفتهم على الطبيعه، لان هو كان اغلبيه الوقت كان في المدرسه، شفتوهم بقى طبيعتهم عامله ازاي دلوقتي. وطبعا هم كلوا، وكل واحد فيهم دلوقتي بقى حوالي 160 زي حالاتي. خلي بالكم الاكل. فخلي بالكم الاكل. تمام. احنا عاوزين نعمل ودي دوت اللي هو احنا دلوقتي بنعمله. احنا كنا مستنيين في خلال الفترة اللي فاتت، اللي احنا هنرجع الأسبوع اللي جاي، لكن لما طولت الأجازة بنحاول بقدر الإمكان نعمل البرامج تكون كاملة. وإحنا عندنا جروبات، الجروبات دي هيتبعب فيها التمارين اللي الأولاد هيعملوها كل يوم. كويس. هتتبعت بالنسبة للجروبات على أولياء الأمور، لأولياء الأمور يديها للأولاد وينفذوها كل واحد في المكان بتاعه ببيته. وهي مش محتاجة حاجة، مش هنقول محتاجة حاجة، انت محتاج متر في متر تعمل فيه التمرين بس، بيعمل فيه التدريبات. اكيد طبعا. سباحينا الموجودين رجعوا من امريكا في حجر صحي والناس مستمتعة جدا، ولسه كلمنا كابتن محمد سامي ميشو ما فيش اي مشكلة، ادنى مشكلة. كان طوكيو دخل على الابواب والسباحة في طفرة في مصر. جميلة. كنت شايف سباحينا ازاي في طوكيو بصراحة شديدة؟ والله بصراحة شديدة يعني بنشكر رئيس الاتحاد، نشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على الاهتمام والمعاد سباحينا اللي موجودين بره في أمريكا. الحمد لله زي ما حضرتك بتقول، أنا سمعت صوت أكرم من شوية وهو بيشيد والحمد لله. ميشو وأكرم برضو إن كل حاجة معمولة لهم يعني لو إحنا ما جبنا ورقة وقلم أكتر من ورقة والقلم كمان. صح. وبيشكروا في الحيطة والحذر اللي واخدينهم لكل الناس. ودي مش هنرد عليها نقول بس لا، دي مصر، هي دي مصر، دي حقيقة، دي مصر. صح. وبنشكر الكل على رأس القيادة السياسية كلها رئيسنا. طيب. وبنشكر رئيس مجلس إدارة اللي هو المنظومة، رئيس الوزراء والوزراء اللي تحته. لأول مرة تحس، ودي حقيقة، وانا بنتكلم بحقائق ومصريين، لأول مرة نحس ان احنا مصريين ولينا تمن. دي بجد بجد، خلينا واقعيين، بجد خلينا واقعيين. خلينا واقعيين. والواحد عشان كده الواحد مبسوط. الواحد مبسوط. وشوية ان الناس اللي طالعين دول دخلنا، معلش سألك، ان شوية الناس اللي قاعدين يكلموا كلام مش مناسب عيب. احنا مصر دي حقيقة، احنا مصر، احنا مصر. سباحينا سباحينا بقى اللي كانوا رايحين طوكيو، ايوه، نجومنا، شايفهم ازاي في طوكيو؟
انا عارف ان طوكيو اتاجلت سنه. ايوه هنقعد سنه معاهم الحمد لكن لله. انا شايف ان من وجهه نظر اللي بتقول ان احنا نقدر نحقق، هل الكلام ده على ارض الواقع موجود ولا صعب لسباحين معينين؟ برامجهم الحمد لله بدون اسماء، لكن احنا لازم نرجع للفضل. يعني هنقول سباحين النادي الاهلي اللي موجودين على ارض الواقع كل امورهم ماشيه وكويسين قوي. يعني ان شاء الله كان يقدروا، يعني ان شاء الله كان ميشو واحمد اكرم كان ان شاء الله كان ينضموا لخلف الله والدنيا تمشي تبقى وعلي خلف الله كمان. طبعا طبعا ده اول سباح مصري رايح طوكيو. وان شاء الله جاي ميشو وان شاء الله جاي اكرم باذن الله وهانيا ان شاء الله باذن الله باذن الله. فدي بالنسبه لهم فرصه، بنديهم بقى الفرصه الثانيه ان الناس تبدا ياخدوا سنه كمان ايوه ونبدا نكمل بقى الاتحاد بيقوم بدوره، النادي الاهلي بيقوم بدوره، الدوله تقوم بدورها، يبقى احنا عندنا اول ميداليه اولمبيه ان شاء الله باذن الله. يعني انت متوقع ان السباحه تجيب ميداليه اولمبيه في البطوله اللي جايه؟ سعاده الرئيس احنا كان عندنا اكرم ميداليه الشباب دي حقيقه. ها وتملي كده يقولولنا ان مفيش مستحيل، وان شاء الله مفيش مستحيل باذن الله ان احنا يبقى عندنا ميداليه اولمبيه ونبقى فخورين ان شاء الله بيبقى في مصر ولاعيب من النادي الاهلي عنده ميداليه اولمبيه باذن الله. وكلنا نطلع الاستقبال في المطار ان شاء الله مع بعض باذن الله. ده اساس يا كابتن. اكيد كابتن احمد بجد نورتنا وشرفتنا، الوقت جري معاك بسرعه، الاسئله ما خلصتش لكن وقتنا خلص، نعمل ايه؟ حبيبي يا كابتن احمد انا اللي بشكرك جدا وبشكر متابعينا وبشكر العاب الصالات على كل من قام بالعمل الجميل ده، ربنا يكرمكم وان شاء الله باذن الله الى الامام للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي ومدير النشاط الرياضي والاداره التنفيذيه وكابتن وائل عزت وكابتن علام. ميرسي يا كابتن احمد نورتني وشرفتني. واكيد دايما مشاهدينا معانا متابعينا على قناه الاهلي في برنامج العاب الصالات، انتظرونا السبت الجاي في حلقه جديده من برنامجكم العاب الصالات.